اهلا بحضراتكم مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بك فارس. اهلا بك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر. وحشتونا، وان شاء الله نقدم حلقه تسمعوا فيها كلام كتير مهم جدا. بالتاكيد يعني كنا مفتقدينكم، ونتمنى ان انتم تكونوا كنتم مفتقديننا. كنا نتمنى نرجع والنادي الاهلي فايز على فريق صن داونز الجنوب افريقي، ولكن قدر الله وما شاء الله فعل، هزيمه 1-0. انا بالنسبه لي بعتبر الاهلي لم يحضر هذه المباراه، وبعتبرها مباراه للنسيان، ولكن مازال الصعود باقدام لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني. طول ما فرصه الصعود لسه معاك فانت لسه محافظ على جزء من شخصيه النادي الاهلي داخل مجموعه. كنت تزعل جدا لو فرص الصعود كانت معلقه باقدام اخرين. بالتالي الكره في ملعب الجهاز الفني للنادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي، كلنا ثقه كبيره جدا ان النادي الاهلي قادر لقدم المستويات دي، متصدر الدوري اللي بيفوز على بيراميدز بثلاثيه، قادر ان هو في مباراه المريخ ثم مباراه الهلال، لكن هنركز بالتاكيد على مباراه المريخ اولا لان هي قبل التوقف الدولي، نقدر باذن الله نصالح جماهير النادي الاهلي، نقدر نحقق الفوز على المريخ ونستبعد المريخ من الصراع على التنافس على البطاقه الثانيه، لان وضع النادي الاهلي في المجموعه لا يليق بقيمه النادي الاهلي، لا يليق بقيمه اللاعبين الرجاله دول، لا يليق بقيمه الجهاز الفني. النهارده بنلعب المباراه الرابعه، المجموعه خلاص صن داونز 10 نقاط، النادي الاهلي 4 نقاط بالتساوي مع المريخ والهلال السوداني، ولكن ثقتنا فيكم كبيره.